ليتفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بملامسني هذه التقاطة المقرة العصامية النادرة عبر تفاح طويل وما وجدت فيه من اهتمام بالتاريخ الإنساني فقد عموما من بها على وجه الخاص بما فيه من عادات وتقاليد ولغة عريقة ولما عرفت عنه عن قرب بروح الإصابة واحتضان كل محب تاريخ النوبة ولغتها سواء من النوبيين أو غيرهم وإذابته فارق السن بيننا وبينه وأحيانا ظهوره أكثر نشاطا منا لذلك كله تمنيت أن ألتقي به من قبل ذلك بسنوات فقد التقيته بجميع التراث النوري أبا حموما ثم رئيسا لمجلس البدر الجمعية بعد رحيل خالد الضيق دكتور مختار خليل كبار عام 1997 ثم تلميذا لديه ومركز الدراسات النوبية والتنسيق عبر دراسة كتابة اللغة النوبية كيف نكتبها لبين سكة الفايوة لدكتور خالد الضيق الكبار الذي هو فترة منية قبل أن ترى الكتاب قبل أن يرى الكتاب النور في تلك الهفة توثقت علاقتي به ضمن كوكبة أخرى من مناطق النوبة المختلفة بشرقيها السودان ومصر وأذكرهم بالتاريخ مع حفظ ألقابهم وقاماتهم ومقاماتهم حسن سيف الدين شرف الدين الملك عبد الناصر عبد الحليم مكي محمد عبد الله حسان علي أحمد شريف نور سمير الياس محمد عمر طه فؤاد محمد يعقوب حلمى أبو زيد منتصر أحمد حسن بالإضافة لضمن المركز صفر محمد شريف وأيضا لا ننسى دور الأستاذ كمال إبراهيم أحمد وهو أحد مؤسسي مركز الدراسات النوبية والتوثيق والذي أسس أساسا في العاصمة البريطانية لندن وكان له فرع قاهرة وأيضا لا ننسى دور دكتور عبد القادر الشلبي مراحلة سعادة إبراهيم أحمد وآخرين في تشجيعهم لنا من حين آخر حين حضورهم من القاهرة. ذلك هو الأستاذ المفتخر به والأب الروحي لنا جميعا محمد سليمان جبكار أستاذي ومعلمي الذي طالما كنا نشاغله ونحبه في أسئلتنا الكثيرة خلال المحاضرات خاصة أنا والراحل الصغير الياس ومحمد عمر طه وبمجرد أن نرفع أيدينا بسؤال يرسل إلينا نظرة من تحت نظارته قائلا التسكير وحينما تنتهي المحاضرة يدعونا للنقاش يقولنا نريد أن نعرف الكثير في الوقت الوجيز فنستميحه عذرا في هذه الليلة إن كنا قد أثقل عليه أمده المولى بمنفور الصحة وأمد في عمره لنلهم من ينبوعه أكثر وأكثر كما أتمنى كل التوفيق لدكتور مصطفى عبد الجابر فهو التوأم الروحي لجبركات وخير الخلق وخير الزلف شكرا جزيلا.